زي ما شفنا واتكلمنا عن الذهب والألماز وشفنا أحدث كولكشن للذهب، كمان الأكسسوريز لا غنى عنها لأنه في بنات كتير وستات كتير بيستخدموها كمكملات للأناقة وبرضو ما بيقدروش يستغنوا عنها نظرا لأنها متغيرة ومتجددة وألوانها كتير، وطبعا في الأول وفي الآخر ماديا يعني مقدور عليها لكل الفئات ولكل الطبقات. عشان كده معانا النهاردة خبيرة فن الأكسسوريز عبير حسين، وهي عبير عاملة لنا كولكشن جديد ومختلف وعاملة حاجة جديدة اسمها فول سيت، هنعرفها منها هي شخصيا. لكن الاول خلينا نقول لها ازيك يا عبير، اخبارك ايه؟ منورانا. الحمد لله. ميرسي على الكولكشن الحلو دي اللي هنشوفها دلوقتي مع بعض وتحكي لنا عنها. بس احنا حابين واحنا بنتكلم نتفرج اكتر عشان الناس تبقى خدت فكره عن كل الكولكشن بتاعك. اوكي، قولي لي الاول يعني ايه فول سات؟ هي فول سات يعني انك تلبسي حاجه كلها كونكتد ببعضها، يعني تمام. هتلبسي سكارف مثلا زي ما داليا لابسه، معاها العقد بتاعها، ممكن يبقى ليها البريسلت، ممكن يبقى ليها الحلق بتاعها. أوكي. ساعات برضو كنت عملت منهم شنط وحزام. اوكي، ف يعني اي طقم ايا كانت شكل البلوز او ايا كان شكل الهدوم اللي انت لابساها او دراس مثلا او عبايه هتغير شكلها تماما. اوكي، يعني هي دي الفكره. تمام. لو هنتكلم عن العقد اللي لابساه داليا كلمينا عنه، يعني انا شايف ان هو نفس قماشه الباندانا بتاعه السكارف، صح؟ هو فعلا هو السكارف فعلا انا خاتم من المنديل الفلاحي او اللي هو واخد شكل شويه انديان، تمام، وحطيته في السكارف، خيطته اوريدي في السكارف، فمش محتاجه ان انت تلبسي بندانه وتقلعي وتلبسي وتتعبي في اللبس. وفي نفس الوقت خدت الجزء ده وعملت منه وكملت العقد ده كله هاند ميد. أوكي. ده وايرز من النحاس، تمام، فممكن ان احنا نغيرها وبسهوله جدا. اوكي، في نفس الوقت لو احنا مثلا هي مش حابه مثلا ان هي تلبس عقد، في ناس مش بتحب تلبس العقد الكبيره. اوكي، طيب احنا ممكن ان احنا نشيله وتلبس الحلق بتاعه. اوكي، يبقى حلق طويل بدل ما تبقى لابسه عقد. لان مش صح انك تلبسي عقد كبير مع حلق كبير. مش صح. وده برضو يعني نفس القماشه او نفس الشكل بتاع السكارف. اوكي، برضو لو احنا جبنا شكل تاني لنفس الباندانا بس يعني غيرنا اللون. انا أوكي. كنت حابه ان انا دايما اعمل الحاجه اكتر من لون فتظهر شكلها وتظهر جمالها. اوكي، الاحمر حلو قوي برضو فيها. وهوريكي ازاي ممكن نلبس شكل تاني خالص من كده بقى مع الحلق. كده مع الحلق. طيب احنا ممكن برضو من ضمن الحاجات اللي تتلبس نازله موضه جامد جدا الحاجات الانتريال. اوكي، وانا من هواتها جدا وبشكر طبعا شامل جابي، اسمحي لي اشكرها طبعاً. واشكرها لانها فنانه الانتريال في مصر طبعا اكيد. ف يعني من الحاجات الحلوه الشيك. حلوه قوي ده كمان اهو. انت ممكن تفكي الحلق. هو فعلا مش محتاج حلق يعني، هو وتلبسي مع الاحمر. وزي ما حضرتك شايفه هي البلوزه سوده. مفيش اي حاجه فيها، تقدري تلبسيها بكذا شكل بكذا شكل وبكذا طريقه. اوكي، تمام. ده بقى معمول من ايه يعني الاكسسوار ده؟ من الايتامين، ده برضو هاند ميد. أوكي. اوكي، ودي بنسميها الفضه الافغاني. فضه افغاني، الفضه الافغاني. دي شيم بتحب الفضه الافغاني قوي. شيم كل لما اكلمها تقولي فضه افغاني. جميله فعلا. بتبقى شيك جدا في اللبس. أوكي. وشكلها قيم جدا جدا في اللبس. برضو من ضمن الحاجات اللي بس انت الفضه الافغاني دي بتجيبيها البيس كامله. البيس كامله دي مش بتصنعيها يعني. وبرضو ال القطعه اللي هي الايتامين. انا في ناس معينه هي اللي بتشتغل الحاجات في ناس في سينا تقريبا. والواحات طبعا بيعملوا الحاجات دي، متخصصين هم فيها. في عندنا صناعات في مصر، انا دايما اقول في صناعات في مصر في منتهى الشياكه حاجات الاورينتال تحفه، بس للاسف الناس مش مكتشفاها قوي. ده فول سات تاني برضه. ده فول سات تاني. الناس اللي بتحب الحاجات اللي فيها ورود. اوكي، ظريف قوي ده. والوانه كمان كده فريحي. بصي انت مش محتاجه ان انت تلبسي اي حاجه.
وبرضو ميكس ما بين الشغل الانتريال والشغل اللي بالكلف ده، دي كلفة مش محتاجة ان انت تلبسي اي حاجة. يعني عقدة زي ده ممكن ياخد وقت منك قد ايه مثلا يا عبير؟ مش كتير، بالكتير يوم او يومين. يومين انت اللي بتعملي كل حاجة بنفسك؟ كل حاجة. الديزاين لو انا برضو ترسمي الديزاين الاول؟ برسم الديزاين. ادي مثلا الحلق للناس اللي بتحب الحلقان الكبيرة. بس طبعا اكيد مش مع الكوليه. لا مش مع الكوليه، يعني يا ده مع السكارف، يا ده مع السكارف. حلوين قوي ومختلفين كمان. بحس ان بيبقى شكله لا شيك و فاليبل جدا. طيب انا عجباني فكره الفول سات دي. يعني كنت حباها جدا. في برضو قطعه فوقيها يا دنيا، في قطعه انت مش محتاجه ان انت تقولي ان انت لابسه عقد. لو انت بس لبستي عقد بالمنظر ده حلو قوي ده. بصي مش محتاج اي حاجه. في الازرقات على فكره دي احجار. وده فيمو، ده صلصال حراري. اوكي انا بشكله تمام وبحطه بطريقه معينه بحيث ان هو يدي يعني تاثيرات مختلفه. الزيبرا مثلا. التايجر. اي حاجه. الفاروس سهل كمان عليك. لون رائع وبيخطف العين جدا. مش محتاجه. لو برده اي لون، مش عشان الاسود بس. احنا برده لابسين اسود علشان على كل الالوان عموما. بالظبط. في برده قطعه تانية كنت حابه اوريها لك. ده احجار وصلصال حراري. تمام. واللي جاي ده بقى معمول ازاي؟ ده عارفه حضرتك البيوت بتاعه النوبه. طبعا. تمام. فانا بحب دايما الحاجه تبقى ريليتد بالكاتشر بتاعتنا. اوكي. ده انت عامله نفس المثلثات بتاعه النوبه دي. اللي بتبقى على بيوت النوبه. طبعا من الالوان الجميله جدا واللي بتليق علينا كمصريين بطريقه حلوه قوي اللون اللي هو الفاروزي. فانا حبيت ان انا ادرجه برضو بالصلصال الحراري بحيث ان هو يدي تاثير حلو ويتلبس على اي لون. على الجينزات، على الازرق، على الاسود. انا شايفه ده فاروزي يا عبير، انا شايفاه اخضرات. ما هي اخضرات وهو متدرج بحيث ان هو يعني الاخضر اللي هو مدي شويه على زي الطب كده. تمام. برضو من ده معمول من ايه بقى؟ يعني ده نحاس وواخد طبق الطلا. تمام. أوكي. عشان ما يصديش او حاجه. عشان بس ما يطوش. وفي بيطلي ذهب او بيطلي فضه على حسب الطلب. انت ممكن تعملي الحاجات دي؟ طبعا. سهله بس بتبقى ايه بالاوردر. اصل انت عارفه دايما الناس بتخاف من الاكسسوارز، تقول لك بقى مع بيرفيوم مع اي حاجه بتبوظ وتصدي. انا من الناس اللي غاويه اكسسوارز ومش بشوف انها بتصدي، بس تحافظي عليها. يعني دايما الحاجه اما بتحافظي عليها بتبقى حلوه. نزلت موضه جدا الحاجات اللي هي فيها الوان الخياميه. وكانت نازله في رمضان السنه دي، كانت في منتهى الشياكه. الايكون دي برضو حلوه قوي. الديزاين ده بتاعي. برضو القطعه دي من الايتامين. اوكي. وانا مركبه لها الشرشوبه. اوكي. وبرضو حاطه لها النحاس. حلوه قوي. فغيرت بعدين واخده العين المنظر. تماما. تحفه طبعا. اوكي. برضو من القطع اللي كنت حابه اتكلم عليها، هي جميله وبسيطه وتناسب جدا للبنوته في الجامعه. متهيألي كل الحاجات اللي انت عرضتيها تنفع يعني لبنات وال صغيرين بالظبط، تنفع كل الاعمار. ده ايه ده؟ سكارف. ده سكارف. احنا طبعا داخل علينا الشتاء. هنلبس الوان شتوي. في ناس الالوان الشتوي الغلسه دي لا بتجيب اكتئاب للناس، ولا انا عايز اغير الكحلي وعايز اغير الالوان دي. والنبيتي طبعا والزيتي. نزلت فتره من الفترات اللون اللي هو الالوان اللي هي النيون او الفسفوري. بس هي مش هتبقى موجوده في الشتاء ده. هي ولا في ناس قصدك ان احنا نعملها يعني؟ في ناس لا، في ناس حابه انها تلبسها يعني. أوكي. في ناس لا بتليق عليها وشكلها لطيف ويعني لا حلوه. اوكي. في برضو الغويشه بتاعتها الحلق باترفلاي. حلوه قوي. انا شايفه ان الكولكشن بتاعتك كلها فيها نوع من يعني المبهجه. يعني كلها فيها ورد وفراش، حاجات لذيذه جدا. كنت حابه. والالوان دي ايه بقى؟ الالوان دي ده خيط بيتجاب، هو مدرج ديجرادي بكل الالوان النيون. وبرضو زي ده انا هوري لحضرتك الفضي بتاعه. الفضي بتاعه برضو صغنطته وبسيط وفي نفس الوقت القطعة مطلية فضة. حلو ده قوي. وإحنا بعدنا عن الحاجات التقليدية. أوكي.
ده الحلق عباره عن ايه؟ انا مش شايفه بس من بعيد. الحلق قطعه من الفضه، الاجزاء بتاعته فيها يعني مكان كده للخروم، نحط منها دل منها الايه الخيوط الديجرادي او الخيوط اللي انت عامله منها الديجرادي. اوكي تالي ده لذيذ قوي، البنوته كده رايحه الجامعه ولا خارجه مع اصحابها. فعلا بتجيلي ناس كتير عاجبها. ممكن يتعمل بكل الالوان صح؟ يعني مش شرط النيون، ممكن هي تعمله باي الوان هي حباها. ممكن بس دايما ده سهل يتعمل في البيت يعني، ولا احنا كده هنقطع عليك؟ ليه مفيش حاجه صعبه، انا من وجهه نظري مفيش حاجه صعبه. وانا حابه ان انا زي ما بعمل الديزاين الصعب او الديزاين زي حواري حضرتك كده، الديزاين ده الديزاين ده صعب وينفع السن اكبر. اوكي ايه بقى مدى الصعوبه اللي فيه؟ الاحجار دي من القشين اللي بيتعمل منها اللوحات الجداريه. تمام خلاص انا بجيبها بالقطعه. اللي لافف حواليه ده كله وماسك في التشين نفسها واير، يعني اللي ماسكه واير. اوكي يعني مش لحماه او لزقاه. لا بالعكس، انا ماسكاه بالوايرز وفي نفس الوقت حاطه له خامات كلها طبيعيه زي اللولي. اللولي المزارع ده لولي وصبغاه انت؟ لا لا لا، لولي مزارع. لولي مزارع هو اللي بيبقى مدي اللون ده، بيدي اللون ده. وبعدين ما بيغيرش لونه، اي لون تاني بتبقى حاجه ارتفيشال مش بيبقى شيك. اوكي لو هل الواير ده في استخدامه صعب؟ صعب في تشكيله. محتاج كورسز علشان يعني الناس تتقنه. اوكي بس حاسه شويه يعني ابري يعني ما يتلبسش الصبح صح؟ لا هو ابريميدي شويه. القطعه دي ابريميدي شويه. برضو من القطع اللي كنت عاملاها فول سيت وكنت حابه اتكلم عنها الورده. ده رقيق قوي برضو، ده مع السكارف رقيق جدا. اوكي وفي البريسلت بتاعته. اوكي انت حاطه جواها ايه؟ فيها حاجه بتلمع؟ خرزات. انا مخيطه فيها خرزات، هي ورده. اوكي وانا منزله منها الشراشيب اللي هي السيوي. وحاطه فيها خرزات مخيطاها، نفس الكلام ده انا عاملاه في البريسلت بتاعتها. اوكي بس دي فيها ستراس متهيألي. يعني دي تنفع برضو بعد الظهر شويه. هي طبعا لو طقم يعني حاجه ساده خالص او حاجه سودة بتنطقها كتير. طبعا شكلها شيك يعني. في حد بيطلب منك اوردرز يعني تعمل لهم حاجات مخصوصه او حاجات وان بيس ليهم هم مخصوص؟ طبعا داخل فيها فضه او كده، بتعملي الحاجات دي؟ طبعا في. واهم حاجه برضو يعني في ناس بتحب يكون الديزاين ده بتاعها مش عايزاه ان هو يتكرر لابسه او لا في طبعا ناس كتير. ده ايه يا زيبرا؟ طبعا ده التايجر وهو نازل كان موضه جدا وستيل مكمل معانا. مع اللون حلو قوي مع الجميل ده قوي. حلو ده قوي يا عبير. دي قطعه حضرتك عارفه زمان كان عندنا المساطر الصغيره دي، فانا لفيت عليها الكروشيه. اوكي وخيطت منها من الميه بتاعت الايه السكوار. جايباهم منين بقى دول السكارفات؟ لا البتاع المسطره دي، ان انا ضايقه عليها مش لاقيها. دي كانت عندي وانا صغيره صراحه. مش موجوده دلوقتي؟ لا مش موجوده دلوقتي. بس انا لقيتها، لا قلت لا انا ما برميش حاجه. القطع اللي هي الغريبه عندي لا ما هتلاقيني استغلتها وحطيتها بشكل مختلف. حلو قوي 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 ده. ده طبعا على اللون البني، على اللون الكامل، على البيج. الدرجتين دول في بعض حلوين جدا. نفس السكارف ده انا كنت عامله الدرجات دي في احمر. تحفه. حلو كنت عاملاه في اسود. بيج. وانت كمان لابسه برضو تايجر. انا بحبه جدا التايجر على اوكسيدي. طب والكوليه اللي انت لابساه انت اللي عاملاه؟ انا اللي عاملاه. ده وايرز. ما هو انا صعوبه الوايرز، الوايرز دي ملفوفه وانا بلفها على الاسلاك دي بحيث انها تدي الشكل الطوق ده. بتبقى ثابته كده مش متحركه مش فلكسبل. لا مش فلكسبل. بس هي ممكن تتوسع وتتضيق بمنتهى السهوله، ما فيش فيها اي مشكله. والواير ده بتقدري تتحكمي في الوانه؟ يعني في الوان كتير ولا انت بتصبغيه؟ في لا هو النحاس في منه اصفر وفي منه احمر وفي منه اللي هو واخد طبقه فضي. اوكي بس انا بتحكم فيه ان انا بحط له طبقه طله معينه بحيث ان هو لونه ما يغيرش. ما يغيرش. من احلى ازاي واحده يعني بصي كل الاكسسوارز بتاعتك او البيسز بتاعتك قطعه كبيره. ازاي انا لو عندي كذا قطعه من الحاجات دي اقدر احافظ عليها؟
هي انضفها ازاي، اشيلها ازاي يعني. على فكره في دلوقتي سوائل بتتباع في الاسواق متخصصه بس في تنظيف الفضه والذهب والمعادن. لو انت شلتيها عندك في البيت واي حاجه انت عايزه تلبسيها بس نضفتيها اديتيها دفقه تنظيف بسرعه كده هتلمع في ايدك على طول، خصوصا لو كانت نحاس نحاس او فضه لا بترجع تاني ما فيهاش اي مشكله. لو حد عايز بقى يشوف بقيه الكولكشن بتاعتك، هل عندك بيج على الفيسبوك؟ اسمها ايه البيج يعني؟ البيج بتاعتي سو ستايلش، الاكونت فنون الاكسسوارز سو ستايلش باي عبير حسين. يعني باسمك برضو، اسمك موجود عشان برضو ندي فرصه للناس للحاجات اللي ما شافوهاش هنا يشوفوها على البيج بتاعتك. بس حاجتك حلوه قوي يا عبير ومختلفه ومميزه، تسلم ايدك ونورتينا وميرسي جدا لوجودك معانا النهارده وميرسي ليكي. خلصت حلقتنا النهارده، ويعني اتمنى تكونوا خدتوا فكره كده سريعه عن مكملات الاناقه للست، سواء الماس سواء ذهب سواء اكسسوارز فضه او اكسسوارز عاديه، ويا رب تكونوا استفدتوا وان شاء الله نتقابل في حلقه